سيتبارى في ثلاث طارق إصحابي إن علم بيو سول قالوا السماء هو الذي فان غرتو سيجين ميلا دغتي كيلتا نسان الجائزة ناسيا جبار إنا فنغان وين نغف دا كرادة تاوالين وين اسما وين هو ريا دغتا تاوال تنتربت ثلاليت نسيرام أجي متظاهر تماضي سمو ستمر وين الدكوز تاوال تنتمازي قد العمر المفتت دغتا تاوال تنتكافر وغام هيو يوسهيد من يكيت ننافنا نكال مسرورة بحصولي على هذه الجائزة جدا، يعني فرحتي ربما لا توصف، و ليس فقط لأنها تتويج ولكن لأنه اعتراف بعمل يعني استمر يعني طبخه طويلا ليس شهور بل سنوات، وأيضا اقتران اسمي باسم قامة من قامات الأدب العالمية. فرحة مليح أخطر دون يال وثاضكس أزال ثلاثي سكوسن كتارو غدكس قمم غاسكن إلاق يرنا الرزقي درز مقرن درز زمعات ديني غم زوارو من تسكلا ذك الزاير نتمنى يكون عندي نربح الجائزة كما كامل الكتاب اللي حطوا الكتب تاعهم في لو كونكور وما كنتش حاب نستناها بزاف هكذا الفرحة تكون أكبر رو الكتاب من ويفنا غني نفنا غن ذكر هذا التوالين أنت نيضا يجرزني من نهض ويغلفني واغاجننا نفنا كاين إقبال كبير على كتابة الرواية العدد اللي جانا للمسابقة عدد ما كناش توقعوه يعني 150 عمل في نفس الوقت أغلب الموضوعات يعني تتعلق بتاريخ الجزائر معناها باللي هذا الكتاب رمي يخمو في الحوايج اللي تشغل المجتمع الجزائري والمتعلقة بالتاريخ تاعو سعادة السفير أصبر الدواغي مسهرة مقارني إيه نفنا غنكال أو أنت أهي سومانين أغنى ونكال دسي وضنيت إيه تقاط